أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج استديو الإخبارية، وكالعادة نبدأ بأخبار المناطق. الإسكان تطلق بوابة إتمام لتسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية. معنا في هذا الخبر الأستاذ عبد الرحمن المرشد، كاتب صحفي. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا دكتورة طرفة. نود تعليقك أستاذ عبد الرحمن على هذا الخبر. طبعا يعني ورد في الخبر انه اطلاق بوابه اتمام لمركز خدمات المطورين. طبعا حسب ما ورد في الخبر انه بهدف يعني تنميه القطاع العقاري وتيسير اجراءاته ورفع جوده الخدمات المقدمه للمطورين وتسهيل جميع الاجراءات امامهم. يعني حقيقه اطلاق مثل هذه البوابه مهم جدا لترتيب العمل وتسريعه بشكل الكتروني. طبعا الاهم من هذا اللي هو مركز خدمات المطورين. طبعا هذا المركز الذي تم اطلاقه تقريبا قبل 3 شهور او 4 شهور تقريبا. يعني هذا المركز هو حقيقه يساعد يعني جميع العاملين في القطاع العقاري على انهاء اجراءاتهم بسهوله ويسر ودون تعقيد، يعني مما يساعد المطورين على ضخ الآلاف من الوحدات السكنية في السوق، وبالتالي اللي هي توفير الكثير من العرض، يعني لعمل توازن بين العرض والطلب. نعم. وبالتالي طبعا يؤدي هذا إلى انخفاض الأسعار في الوحدات السكنية، وهذا حقيقة ما هذا يعني يبدو أنه هدف وزارة الإسكان المعلن، اللي هو العمل التوازن في السوق العقاري بين العرض والطلب. طبعا في السابق كان المطور العقاري ينتظر حقيقة شهور طويلة للموافقة على طلبه، يعني أما حاليا يعني في الوقت الحالي فإن الطلب حقيقة من خلال إنشاء هذا المركز أنه يعني عادة أنه الإجراءات لا تتجاوز الشهرين كحد أقصى، يعني لأخذ جميع. هو طبعا ما يميز هذا المركز حقيقة أنه جميع القطاعات موجودة فيه، يعني الإسكان، الكهرباء، الماء، يعني بإمكان. نعم، لكن أستاذ عبد الرحمن يعني إحنا دائما مثل الأخبار هذه أو المشاريع هذه نقرأ في تفاصيلها أنها تحقق الهدف الفلاني والهدف الفلاني، يعني مجموعة أهداف. هل بالفعل يعني من خلال قراءتك للخبر ترى أن الأهداف المعلنة متطابقة على ما يعني ما سيتم فعليا على أرض الواقع؟ طبعا هو يعني هي طبعا هي إجراءات جديدة الآن تعمل عليها وزارة الإسكان، ويعني حقيقة نحن ننتظر يعني أغلب الجهات أو الوزارات عندما تطلق الكثير من المراكز أو تطلق الكثير من الأعمال أو الكثير من البرامج، يعني ننتظر فترة مثلا، يجب حقيقة أنه تعطى الفرصة للحكم على مثل هذه المواضيع. يعني إحنا نرى حقيقة أنه في اجتهادات جيدة قامت فيها وزارة الإسكان. هي المشكلة أن وزارة الإسكان عندما تطرح أي برنامج يعني لابد أن يأخذ وقت يعني على أساس تستطيع الحكم عليه، وهذا حقيقة اللي نشاهد في جهد مبذول، نشاهد في عمل حقيقة كبير قاعدة تعمل وزارة الإسكان. فننتظر إن شاء الله. يعني يا رب إن شاء الله. إحنا طبعا ولا هدف الأساسي حقيقة هو إيصال أو يعني إيصال الوحدات السكنية، يعني تسليم وحدات سكنية للمواطنين، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. نعم، الأستاذ عبد الرحمن المرشد كاتب صحفي، شكرا جزيلا على مداخلتك. أما الخبر الثاني فيقول: نمر يعتدي على مواطن وينهش قدمه. في هذا الموضوع معنا باسمة الجمعة، وهي باحثة اجتماعية. مرحبا بك أستاذة باسمة. أهلا وسهلا فيك أختي العزيزة، حياك الله. يا أهلا وسهلا. لما قرأت الخبر في البداية يعني وش كان تعليقك عليه؟ حقيقة لفت نظري الخبر، يعني أنه كيف الإنسان يعيش بين هذه الحيوانات المفترسة، مهما كانت وفية له، مهما كانت قريبة منه، إلا ما تجي لحظة من اللحظات يتفاجأ بإساءتها له، أما بإصابة أو بتعدي. أنا حقيقة من الأشخاص اللي يخافون كثير كثير من الحيوانات حتى الأليفة، فما بالك الحيوانات المفترسة والحيوانات الشرسة. طيب نعم، لكن من الناحية النفسية هل في أسباب؟ إحنا نلاحظ أن فيه يعني ظاهرة اقتناء الحيوانات بشكل عام، الأليفة منها والمفترسة، لكن في حيوانات يعني إحنا نستغرب مثلا قضية أسود أو نمور أو حتى حيات، هل في دوافع نفسية معينة تدفع الأشخاص لاقتناء مثل هذا النوع من الحيوانات؟ شوفي عزيزتي، أنا حقيقة في تصوري الشخصي أن الدوافع لتربية الحيوانات المفترسة أو الحيوانات أيضا بشكل عام يعني يكون ناتج لسببين، إما دوافع نفسية أو دوافع اجتماعية.
خلنا ناخذها كل واحدة بتفصيل موجز يعني. نعم. الدوافع النفسية ممكن تكون للفت انتباه أو لتعويض جانب عاطفي، مثل السيدة اللي ما أنجبت وما عندها أطفال، يعني تربي الحيوانات الأليفة مثل البسس مثل الكلاب، تحاول تعوض فيها العاطفة اللي هي مفتقدتها، وأيضا تشبع فيها جانب العاطفة، جانب عاطفة الأم. نعم. أيضا لتعويض جانب معين لدى الإنسان، مثل ناحية يكون هو مثلا شخص إما منطوي، إما شخص في بداية حياته، مثلا موقع في أفراد أسرته غير مهتم فيه، مهمش، يلجأ إلى تربية هذه الحيوانات أحيانا للفت نظر الجميع حواليه، يعني أنا لا. هنا أنا موجود. الدوافع الاجتماعية ممكن تتمثل بالترف الاجتماعي، أو أحيانا يلجأ لها الإنسان إلى التجارة. طبعا هذه ما تجي من فراغ، إلا ما تكون مغلفة أصلا بهواية مسبقة لدى الشخص. طيب يعني ما نقول مثلا أيضا التقليد، المباهات، يعني تقليد كظاهرة، بعضهم يقلد الآخرين، يعني إحنا شفنا ظاهرة اقتناء الحيوانات الأليفة بدأت في الاتساع مؤخرا، هل نقدر نقول مثلا أنها من باب التقليد، من باب المباهات؟ شوفي، هي من شقين، من باب التقليد ومن باب الترف، يعني يعتبرها الإنسان كأنه ظن أنه أنا أمتلك شخص مفترس، وممكن أني أمسكه وأطلع فيه، أو أني لما يجوني أصحابي في البيت، وهذا نوع من الترف الاجتماعي، وأنا ذو طبقة مخملية يعني، وأمتلك هذه الحيوانات المفترسة. الحقيقة ترى الأمر خطير جدا، يعني أنا فعلا على أنت ذكرتي نقطة مهمة، أنه هذا الأمر أصبح ظاهرة اجتماعية ملموسة ومحسوسة في مجتمعنا، يعني أكاد أقول لك يعني أنه مع دخل البيوت من الحيوانات سواء أليفة أو مفترسة. وفي نقطة مهمة، أن هالهواية أحيانا تبدأ، نعم، تبدأ عند أحد الوالدين لأحد الأسباب السابقة اللي نعم. سبق إحنا ذكرناها، وممكن تمتد هذه ويتوارثها الأبناء، زي مثلا الأطفال ينشأون في بيت عندهم بسة مثلا أليفة، نعم، أو بستين أو ثلاث أيا كان، تبدأ تتنمى هذه محبة هذه الحيوانات في البيت، ويألفونها الأطفال وتنمو وتكبر معهم، ولا ما عاد يستطيعون أنهم ينسلقون من حب هذه الحيوانات، تصبح جزء من كيان هذا المنزل، جزء من بيئتهم، نعم، جزء من كيانهم. طيب أخيرا يعني وسريعا، يقال أن أيضا يعني اقتناء الحيوانات تربيتها من الناحية الإيجابية لها فوائد، خاصة طبعا أو نتحدث فقط عن الأليفة، هل هذه المعلومة صحيحة؟ أنا حقيقة لما تطرقت وقرأت يعني هالموضوع، ترى أنا كان شاغلني يعني من فترة. القطط يقول لك أن الإنسان يلجأ إلى القطط لأن القطط أليفة، أنه تحفظ البيت مثلا من الاعتداء، من أحد يطرق المنزل، أحد تصدر أصوات يعني أصوات تشعر أصحاب المنزل أن هناك خطر يصدق بهم. نعم. نفس الشيء الكلاب، أكيد الله عزكم الله، يعني نحن نعرف أنه في كلاب لما تألف المكان ولما يجي شخص غريب تصدر أصوات ونباح وكذا، صاحب البيت يعرف أنه في خطر قادم للمنزل. يعني أنا أتصور هذه فقط الناحية الإيجابية فقط. أحيانا تخلق نوع من روح الألفة والمحبة في المنزل وفي البيت، يهتمون بهذه القطط، يعني يهتمون بالحفاظ على نظافتها، نعم، أكلها، إلى يعني ما تنمية إلى إحساس ما المسؤولية نوعا ما، نقول مثلا إحساس مثلا ممكن، نعم، نقول هذا أنه تنمية إحساس المسؤولية، وأيضا تعطي ألفة ومحبة في البيت. جميل، شكرا لك يا الأستاذة باسمة الجمعة، باحثة اجتماعية. أما خبرنا الثالث فيقول، وزارة العدل ستفعل عقد الزواج الإلكتروني وتوثقه مباشرة في المحاكم. في هذا الموضوع معنا الدكتور ناصر العودة، وهو مستشار وزير العدل. مرحبا بك دكتور ناصر، حياك الله. كالعادة نأخذ منك تفاصيل أوسع حول الخبر الوارد، تفضل. فيما يخص وزارة العدل ستفعل عقد الزواج الإلكتروني وتوثيقه إلكترونيا. يمكن قلنا معكم قبل يومين بخصوص نعم. وزير العدل الخاص في سماع المرأة، يمكن تكلمتي وتحدثت عن يعني آلية يعني التأكد من أيضا الموافقة بشكل أدق بشكل صوتي، نعم، بشكل صوتي. الآن إن شاء الله راح تكون بشكل إلكتروني، وهذا طبعا تم خلال الحفل مساء البارح في اختتام دورة المأذونين، أنه وكيل وزارة العدل أشار إلى قضية الوزارة تعمل الآن على قضية عقد الزواج الإلكتروني، وفقط يتم إدخال بيانات الزوجين قبل الحضور لمجلس العقد،
وأثناء العقد يتم فقط الربط الإلكتروني بشكل مباشر عن طريق المأذون من دون الكتابة الورقية بمعنى أصح. هل هي مربوطة بتاريخ يا دكتور ناصر معين يجب التوفيق؟ والله طبعا تعرفين الارتباطات الآن بقطاعات أخرى، هو فقط إشارة إلى أن الوزارة يعني تعمل عليها إن شاء الله في القريب العاجل، لكن ليس هناك وقت محدد للتدشين لأنه من ضمن يعني عدة مبادرات الوزارة تعمل عليها، لكن إن شاء الله لا أظن إن شاء الله بعيد بإذن الله. أهمية هذه الخطوة دكتور ناصر يعني تأتي في أي إطار؟ والله في إطار الدعم طبعا بشكل عام عملية التوثيق والتأكد أيضا ودعم المرأة، خصوصا مع قضية أنه أعتقد رضا المرأة عن الزواج وهو قضية التبصيم والسماع، أعتقد هذا سوف يعطي موثوقية لزواجات كثيرة تدعي فيها المرأة أنها أجبرت. أنا أعتقد التوثيق لعملية البصمة وعملية السماع من قبل المأذون، أعتقد أن هناك تشديد في هذا الشأن سوف يؤدي بإذن الله إلى كثير إن شاء الله من الأولياء الأمور أنهم يعني يتم فيه التأكد من موافقة المرأة بشكل كبير، يعني متأكد منه من قبل الطرفين، وبالتالي يكون في مصداقية أكثر. سابقا تعرفين كان هناك توقيع عنها وأحيانا الدفتر يروح جوا المنزل زي ما ذكرنا قد يوقع طرف آخر، الآن إن شاء الله بإذن الله سوف تفصل هي بإبهامها. طبعا يتطلب زي ما ذكرنا أنه بيانات من وزارة من مركز المعلومات الوطني أنه فقط من يوم يتم إدخال رقم الهوية تأتي المعلومات كاملة للزوج والزوجة، والتالي أعتقد من أهم الأشياء اللي ودنا ننوه عليها هي قضية استخراج البطاقة الأحوال الشخصية للمرأة، لأن هذا مهم جدا لعملية التوثيق، من دونها قد يكون في إشكاليات. صحيح، شكرا لك دكتور ناصر العودة مستشار وزير العدل، يعطيك العافية على مداخلتك.